مرحبا بكم. ترحيب فلسطيني مشروط بإيجابيات بيان اللجنة الرباعية الدولية، وتشديد على عدم إمكان التفاوض في ظل استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي. والرئيس عباس يبدأ الشهر المقبل جولة لحشد التأييد لفلسطين بعد ضمان أصوات 8 دول من أعضاء مجلس الأمن. ووزير الخارجية رياض المالكي يقول أمس إن الفلسطينيين يعملون الآن على ضمان تصويت 3 دول أخرى هي البوسنة والهرسك وكولومبيا والبرتغال إلى جانب فلسطين. القوات السورية توسع هجماتها على بلدتي رستن وتلبيسة في ريف حمص في مواجهات مع المنشقين عن الجيش رفضوا إطلاق النار على المدنيين. وقد بلغ عدد القتلى في الرستن منذ بدء المواجهات هناك قبل 3 أيام 27 شخصا. الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي تعرض له سفيرها في سوريا روبرت فورد من قبل موالين للرئيس بشار الأسد، وتعتبره غير مبرر. ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تقول إن الهجوم على السفير خلال زيارته للمعارض حسن عبد العظيم في وسط دمشق يندرج ضمن حملة تخويف تستهدف دبلوماسيين لدول أخرى، وتطالب بكافة الإجراءات لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين. التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم الإخوان المسلمين وحزب الوفد و34 حزبا وحركة يهدد بمقاطعة الانتخابات، منتقدا الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يقول إنه يهدد ثورة 25 يناير وما أنجزته على طريق الديمقراطية والحريات العامة. وفي ليبيا معارك شرسة بين الثوار وقوات القذافي في سرت، وعجز عن تحقيق اختراق في بني وليد. ورئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل يقول الخميس إن مدة المجلس التنفيذي في الحكم تنتهي باكتمال تحرير باقي الأرض الليبية، وإنه لا تجري أي مشاورات حاليا لتشكيل حكومة انتقالية بعد قرار التأجيل إلى ما بعد تحرير الأرض. الصين تطلق بنجاح مختبرا فضائيا أسمته القصر السماوي، ممهدة السبيل لإقامة أول محطة فضائية لها، مقتربة بذلك من إنجازات كل من روسيا والولايات المتحدة في استكشاف الفضاء. وقد أعلنت أنها تعتزم إرسال رواد إلى الفضاء العام المقبل. أخيرا في هذا الموجز، أحد حراس مغني البوب الراحل مايكل جاكسون يكشف خلال محاكمة طبيب جاكسون الدكتور كونراد ماري أن ماري طلب منه بعيد موت جاكسون جمع أدوية كانت في منزل جاكسون ووضعها في كيس. ويقول مراقبون أن هذه الشهادة يمكن أن تلحق الضرر بقضية الدكتور ماري. لتفاصيل هذا الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.